صباح الخير، صباح الحياة، صباح الأمل على أحلى مشاهدين في الدنيا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحتك مع حكيم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام، اخبارك انت ايه؟ كله تمام. النهارده حلقتنا مختلفة خالص عن الحلقات اللي قبل كده. حلقتنا النهارده هنتكلم عن الطاقة السلبية. تمام، قول لنا بقى. الطاقة السلبية. الطاقة السلبية موضوع كبير قوي، لأن ناس كتير بتبقى ماشية صح، يعني بيلاقوا نفسهم ماشيين صح في اتجاه معين، عندهم هدف معين. احنا في برنامجنا مثلا دايما بنتكلم عن الصحة وبنتكلم عن الدايت، وحتى بنتكلم عن ازاي الشاب يبني عضلاته كمان. يعني كل الناس دي الموضوع هنا اهداف، اللي عايز يخس ده هدف، واللي عايز يبني عضلاته برضو ده هدف. كل واحد من دول عنده هدف معين. بيجي حواليك ناس كده، ده جزء من اجزاء الطاقه السلبيه. بيجي حواليك ناس يبقوا شايفينك مثلا انت عايزه توصلي للحته دي، فيقول لك ده مشوار طويل، هتعملي ده ازاي؟ انت ازاي اصلا تعملي كده؟ لا يعني انت ممكن ما تجربي، مجربي حاجه اقل. يعني تلاقي مثلا انت جايه تعملي دايت، صاحبتك تقول لك ايه ده الدايت ايه ده؟ بصي في اكل كذا وفي اكل كذا، ده في مطعم كذا عامل حاجات حلوه جدا، فلازم نروح ناكل هناك. دي ناس سلبيه. تمام، دي ناس سلبيه، واحنا بناخد منهم طاقه سلبية دايما. بتأثر طبعا علينا يا كابتن. ده طبيعي، لازم تأثر علينا. تمام. الطاقة السلبية زي الإحباط مثلا، قلة العزيمة، عدم وجود الإرادة. يعني أنا يبقى مثلا أنت عندك إحباط طول الوقت من حتى الحاجة اللي أنت بتعمليها. طبيعي جدا إن أنا لما أجي أعمل حاجة جديدة عليا عن نمط حياتي، هحس إن أنا متوتر، هحس إن أنا خايف إن أنا ما أحققش اللي أنا أعمله. صح. بس لازم أجمع بقى كل الحاجات دي وأخليها إيه، تبقى دافع ليا مش العكس. يعني لازم اجمع الحاجات دي كلها اخليها تبقى دافع ليا، مش تخليني ابقى واقف في الطريق، مش تخليني ابقى اوصل لحته معينه واقف. دايما انت حتى في حياتك لما بتبقي مع ناس عمليين، مع ناس بيفكروا عمليا صح، مع ناس بيحبوا الشغل، بتلاقي ده انعكس عليكي. بتلاقي الطاقه بتاعتهم الايجابيه في الشغل والطاقه بتاعتهم الايجابيه في الحياه انعكست عليك، اثرت بقى عليا وعايزه اطلع بقى كل اللي ان جوايا. انت مثلا قعدتي مع صحابك مثلا، اللي هو واحده مثلا جوزها مش عارف عامل فيها ايه، والتانيه مضروبه مش عارف ليه. دي حقيقه. بتلاقي الطاقه برضو بتاعتهم السلبيه دي انعكست عليكي، هتخليكي انت اصلا متوتره، وهتخليكي بتحطي في دماغك حاجات مسبقات لحاجات ممكن ما تحصلش. صح. هي حكيه لك على مشكله معينه، فانت تروحي البيت تدوري على المشكله دي موجوده فين، في مفسر زوجك انت في البيت، تروحي تدوري هو المشكله دي عنده برضو ولا لا، لان هو ممكن ما يكونش عنده الحاجات دي خالص. بس هي الطاقه، هي اثرت بقى، هي نقلت لي الطاقه السلبيه ليا اللي انت قعدتي فيها، اتاثرتي بيها، فبالتالي عملتي ده اللي احنا بنقوله بقى لكل الناس. انا ممكن اكون ماشي كويس وممكن اكون ماشي صح، لازم احط لنفسي حدود مع الناس اللي حواليا. لازم يبقى في حدود، يعني مش لازم اخش قوي في المشاكل، يعني مش لازم اخش قوي في الحاجات الوحشه او الحاجات اللي انا عارف نفسي مثلا بني ادم بتاثر نفسيا بشكل كبير بحياه الناس وبمشاكلهم. مش لازم اتعمق بقى، يعني مش لازم اتعمق. لو انا عندي هدف وعندي حاجه عايز احققها، مش لازم اتعمق في الحاجات دي. الطاقه السلبيه في البيوت مع الاطفال، حتى اطفالك في البيت لما بتبداي يعني تبداي تقللي من اللي هما بيعملوه، بتلاقي مثلا ابنك ماسك ورقه او بنتك ماسكه ورقه بترسم رسمه معينه، انت ممكن تكوني شايفه اللي هي بتعمله ده مش رسمه اصلا، ايه اللي انت عملتيه ده؟ فاهمه؟ لكن لا، ما ينفعش تقولي لها كده، لا ده جميل، لا ده حلو، لا ده زي الفل، احنا ممكن بقى نعمل كمان كذا وممكن نعمل كمان كذا. هنا دي الايجابيه. السلبيه، انت ايه اللي انت قاعده بتعملي ايه؟ انت مش فين الهوم ورك بتاعك؟ ليه ما بتقوميش تعملي؟ لا، ما هي حته الرسم دي وحته الموهبه اصلا جوه الطفل دي حاجه كويسه جدا، فلازم نركز عليها، مش نقلل منها، مش نقلل من قيمتها. لازم نحط دايما في عقلهم ان الحاجه اللي بيعملوها دي حاجه كبيره. لازم نكبر لهم الحاجه اللي هم بيعملوها، عشان نخليهم دايما يبصوا لقدام ودايما يبقى عندهم ايجابيه في حياتهم. ده بالنسبه للاطفال. وقيسي ده على كل حاجه، من واحنا صغيرين لحد ما نكبر، في شغلنا وفي كل حاجه. لما انت تبقي شغاله في مكان معين والمدير بتاعك، لو انت عملتي حاجه صغيره بس هو ايه عايز يخليكي تبقي احسن، يقول لك لا ده جميل جدا الشغل ده ودي حاجه كويسه، ده هيديكي دفعه ان انت تعملي الاحسن. صح، دي حقيقه. لكن كتر بقى، كتر الكلام السلبي، كتر الكلام اللي هو لا انت هتعمل ايه، لا مش هينفع،
او ايه اللي انت عامله ده؟ كتر ايه اللي ده انت عامله دي اصلا لوحدها؟ انا ممكن انتقد اللي قدامي، ممكن انتقد اللي قدامي بشكل ايجابي، ممكن انتقد اقول له بص انت ده حلو بس انت كان ممكن تعمل كذا، على فكره لو كنت عملت كذا ده كان هيبقى احلى واحلى. صح، ده بطريقه شيك ده يعني، انا انتقدته. طريقه كويسه مهذبه. ولازم ابقى عامل حساب الكلمه بتفرق، الكلمه بتفرق في حياه بني ادمين. في صح، بني دي ادم حقيقه. ممكن يسمع كلمه تاثر على نفسيته ممكن يموت فيها اصلا، يعني في ياه. ناس بتاثر، في ناس بتاثر للدرجات دي. فالكلمه بتفرق مع الواحد، فما ينفعش خالص ان احنا نوزع سلبيه كده في الحياه، ما ينفعش ان احنا بس نوزع خلي بالك كلام يا سلبي مصطفى لكل برضو، الناس. الناس اللي بتوزع طاقة سلبية دول أصلا بيكون عندهم فجوة، ما عندهمش حب، ما عندهمش انتماء، مش ما شرط، عندهمش عاطفة. مش شرط، مش لا شرط. أنا متهيألي أنا كل اللي بقابلهم لا عندهم مش طاقة شرط، سلبية يدوها لك، أكيد مش شرط. في حاجة ممكن فيهم. يكون، لا ممكن يكون هو برضو حواليه ناس اثرت عليه نفسيا، ممكن يكون هو عايش في بيئه اثرت عليه نفسيا. تمام، لما يبقى واحد مثلا ما أنا قصدي عايش، أقولك إن الحتة دي أنا متفقة معاك، أنا بقولك بس يعني الفجوه دي مش بايده، مش بارادته هو. عنده ما بقى هو ده بقى حاجات. اللي احنا بنقوله، ان احنا نكنترول نفسنا، ان احنا ما نقعش في الحته دي. صح. نحاول دايما نتمسك بكياننا احنا، احنا عايزين نكون ايه؟ لازم نعمل دايره حوالينا ونعرف احنا عايزين نكون ايه؟ واللي احنا عايزين نكونه ده هنوصل له. ناخد كلام الناس. بصي انا مثلا، انا دايما كنت، كان دايما الناس بتشوف اللي انا بعمله، انت بتعمل ايه؟ رياضه ايه اللي انت بتفكر فيها؟ انت بتدرس ايه؟ تغذيه ايه اللي انت عايز؟ انت مالك ومال التغذيه؟ معقولة؟ ده انا سمعته كتير جدا. تمام؟ لا ما بلاش. نفس الناس دي دلوقتي بقت بتيجي تسالني، طب انت عملت ده ازاي وعملت ده ازاي وعملت ده ازاي؟ هو الفكره هنا، انا ماليش دعوه بحد، انا اهم حاجه عندي هدفي، اهم حاجه عارف انا عايز اعمل ايه. بس انت ما كنسلتهمش يعني من لا حياتك؟ ما موجودين. ينفعش تكنسليهم، ما ينفعش. ما انا لو قلت ان كل البني ادمين السلبيين في حياتنا احنا نشيلهم خالص من حياتنا، مش هينفع، لان في البني ادمين السلبيين ده ممكن يكون منهم حاجه ناس قريبه انا منك بصراحة جدا. ما بقدرش، بكنسل على طول. لا ممكن يكون في منهم ناس قريبه منك جدا، افرضي في منهم ناس من اهلك، يبقى احنا كده قطعنا صله رحم اللي ربنا اصلا اتكلم عليها. لا ليه؟ لا انا عادي، الحمد انا لله اهلي يعني ناس عندهم. هاخد منهم الكلام. بصي هو لا انا بتكلم على الناس اللي ملهاش لازمة. الانتقاد اوقات بيديكي قوه، الانتقاد اوقات بيخليكي احسن، فعلا دي حقيقة. انت فاهمه؟ يخليكي تمام، انت شفت فيا العيب ده؟ لا ده انا هوريك بقى ان العيب ده اصلا مش موجود، وهغير فكرتك ووجهه نظرك عني تماما. وساعات ما بيكونش عيب اصلا. هنا بقى هي، بصي انت دايما بتفرحي بده، بتفرحي ان انت بتوصلي ان مثلا انا رانا جت قالت لي لا انت عملت كذا وكذا، ايه اللي انت عملته ده وحش. انا افرح جدا بقى لما رانا تيجي تقول لي انت عملت ده ازاي بقى، يعني انت ازاي بعدين نجحت في بقى. الحته دي. هو ده بقى المكسب، هو ده المكسب. مش كل الحياه مش كلها بطولات حقيقيه الناس بتشوفها وليها ميداليات وليها كؤوس، لا الحياه فيها شويه حاجات صغيره برضو بطولات، بس معاكي انت، مع نفسك انت هتبقي فاهمها في عقلك، مش لازم كل الناس تاخد بالها منها. بس كده كده كل الناس هتشوفها، لان كل الناس هتشوف نجاحك، كل الناس هتشوف انت اتقدمتي وصلت لحد فين. هنا هي الايجابيه، حلاوه الايجابيه في كده، حلاوه الايجابيه في المكسب، المكسب البعيد. الايجابيه مكسبها دايما بعيد مش قريب، الايجابيه مكسبها بعيد، لان انا طول الوقت هتلاقي ناس بتخش في طريقك تقول لك لا استني اقفي، واللي بيشدك واللي بيقول لك لا لا ما تركزيش في ده، ركزي في ده، ما تعمليش ده، لا اعملي ده، مع ان احنا ممكن نعمل كل الحاجات، صح. ممكن نعمل كل الحاجات، بس ايه، نحاول دايما الناس دي ناخد منهم الكلام ده ونبني بيه حاجات كتير قدام، ما ناخدش منهم الكلام ده اللي يحبطنا ويقلل من لا عزيمتنا طبعا ويوقفنا. مفيش لا الكلام ده، احنا ما عندناش في الكلام ده، النهاية، في احنا النهاية بنضحك. لا في النهاية حقيقي والله، في النهاية كل واحد ربنا مديله كل حاجة، صح. مديله كل حاجة يقدر يعمل كل اللي هو عايزه. فبالتالي ما مين اللي هيأثر عليا؟ مين اللي هيخليني مش مركز؟ مين اللي هيخليني مش هعمل ده؟ لا انا هعمل كل اللي انا عايزه، هعمل كل اللي انا عايزه طالما انا عندي هدف، وطالما انا عندي طموح لحته معينه، هو ده اللي هيخليني اوصل، وهو ده اللي هيخليني اكسب في حياتي. فنحاول بقى نحد من الطاقه السلبيه. الطاقه السلبيه دي بتاثر علينا في حاجات كتير جدا. عايزه تعملي دايت، مجرد كلمتين ممكن يخلوكي لا مش مكمله، كلمتين مش مكمله. اللي هو ايه ده، انت خسيتي يبقى شكلك وحش قوي، لا كلمة ملهاش شكلك لازمة. وحش قوي دي ممكن تكون كلمه مثلا ايه، انت تحاولي تحسني من نفسك وممكن شويه، كمان تكون هي غيرانة منها. دي حاجه تانية. وممكن لا هي ممكن تقول لك اصلا دايت ايه يعني، لا دايت ايه اصلا يعني اللي هو انت ايه اللي ليه بتعمليه ده؟ بتعملي دايت اصلا؟ تمام، عندنا مثلا، عندي في الجيم في شباب معينه، في ناس كده في الحياه بتلاقيهم يعني هم سلبيين اصلا، يعني حتى لو هو بيعمل ايه هو سلبي،
هو سلبي حقيقي معقوله بيلعب والله. رياضه وعنده طاقه سلبيه؟ مش عنده طاقه سلبيه، هو بيوزع طاقه سلبيه في كمان في ناس هم كويسين وزي الفل، بس هو بيرمي دايما، بيحاول يحسن من نفسه، فلما بيحاول يحسن من نفسه بيقلل من اللي حواليه، لما يقلل من اللي حواليه هي هنا الطاقه السلبيه اللي هو انت ايه اللي انت بتعمله ده، لا انت عايز لك سنتين عشان تبقى زيي. ابقى زيك ليه يا عم؟ في ايه؟ انا ممكن ابقى زي نفسي، ابقى زي نفسي اوصل للحته اللي انا عايزها. صح فاهمه؟ لا ده موجود يعني. الجمله دي انا سمعتها، انا بكلمك عن جمله انا سمعتها تمام. فده موجود في الحياه. انا بنصح الناس دي بقى بلاش كده، بلاش، اعمل اللي انت بتعمله وسيب اللي حواليك يعمل، كل واحد يعمل اللي هو بيعمله. لو انت شايف ان هو بيعمل حاجه غلط وانت فاهم ان ده غلط، قول له والله بص انت ما ينفعش تعمل كده، ممكن تعمل كذا عشان توصل لحته احسن. الطريقه الطريقه والاسلوب. لكن ما فيش حاجه اسمها انت عايز سنتين عشان توصل للمكان اللي انا فيه. لا ده كميه التكبر والغرور وعلى فكره ممكن يكون هو اصلا مش محقق حاجه، بس دي تبقى صدمه. ما هي دي الصدمه الحقيقيه يعني. فعلا تلاقيه مثلا كل الناس السلبيه او اللي بيديك طاقه سلبيه تحس مثلا ان هو ايه، عمل اللي انت ما تقدرش تعمله، بس تيجي تكتشف في الاخر ان هو اصلا صفر على الشمال. هو فعلا ما عملش حاجه خالص. هو فعلا ما عملش حاجه يعني. الشخص اللي انا بتكلم عليه هو اصلا ما عملش حاجه. نعمل ايه دول يعني؟ ده موجودين كتير. الناس دي بقى نحاول نتلاشاهم. الناس دي نحاول ناخد الكلام منهم ونبني عليه حاجات كويسه لينا علشان نتغير، وهم يشوفونا واحنا متغيرين تمام. صحيح. ويبقى احنا كده كسبنا. ما انا مش هكسب ان انا ارد عليه دلوقتي يا عم انا مش عايز ابقى زيك يا عم، مش انا كده ما كسبتش، انا كده وصلته للقيمه اللي هو عايز يوصل لها. هو عايز يخلي نفسه احسن. معنى انا كمان ان انا ارد، يبقى انا خلاص انا كده وصلته، انا عملت له اللي هو عايزه. برافو عليك. لا ليه ليه اعمل كده؟ انا هاخد كلامه بس كده. انت تؤمر، انا نفسي ابقى زيك يعني. انا طول دايما الرد، عارفه الرد دايما ممكن اصلا يضايق اللي قدامك. اللي ضايقك ده ممكن ردك عليه يضايقه اكتر. صح. انت فاهمه؟ اكتر ما هو ضايقك. وممكن اتجاهله. ما التجاهل برضو، التجاهل برضو فن. مش قصه فن. ما هو انت مش في كل الاوقات تعرفي تتجاهلي. مش في كل الاوقات. ما ينفعش تكون رنا جايه واقفه قدامي وبتكلمني واسيبها وامشي. مش هينفع. مش هينفع يعني. لازم يبقى في رد دايما. ابقى انا الرد ده جوايا، انا عارف لا نفسي. لا التجاهل إيه؟ مش قصدي في التعامل او الرد، لا يعني اتجاهل الكلام السلبي، اتجاهله احطه مثلا. لا ما انا كده كده هتجاهله، انا كده كده هتجاهله. انا بس هحطه قدامي. في ناس يعني بتتأثر. ما ده اللي انا بتكلم عليه. انا بتكلم احنا النهارده بنتكلم على الطاقه السلبيه ليه؟ عشان الناس اللي بتتاثر بالكلام ده. ايوه انا بتكلم. انا معايا حالات كتير جدا بتتأثر، بتتابع معايا في موضوع الرجيم وانها تخس وكده. الحالات دي بقى من ضمنهم مثلا اكتر من حد بيتكلم ان البيت نفسه هو اللي بيضايقها. البنوته مثلا البيت هو اللي مأثر عليها. لا انت جسمك بقى كتير، انت وزنك زاد، انت مش عارف ايه. هي وزنها زاد من ده البيت ده اللي هم الاهل، الاب والام والاخوات. هي وزنها زاد منين؟ وزنها زاد منين؟ ما هو انتوا اصلا ما كنتوش واخدين بالكم منها. ما هي وصلت للمرحلة دي ازاي؟ وصلت للمرحلة دي عشان انت ما كنتوش شايفينها. ما ينفعش ان احنا نيجي دلوقتي نلوم عليها على حاجات احنا اللي وصلناها ليها. هي بتاعت نفسها، هي اللي تقدر تتحكم في نفسها، بس برضو الظروف المحيطة والبيت والكيان اللي انا عايش فيه والاكل اللي انا باكل منه وكل الحاجات اللي بتتعمل في البيت هي اللي انا عايش فيها. الحياة اصلا كلها انت اللي انا عايشة فيها. فانا ما ينفعش خالص ان انا اقلل من اللي انت بتعمليه. ما ينفعش ان انت تكوني قررتي ان انت تتغيري، قررتي ان انت تتغيري من شكلك وتحسني من نفسك وانا اقلل منك. انا كاخ او اب ما ينفعش ان انا اقلل من اللي انت بتعمليه. دايما اكون واقف داعم ليكي، ودايما اكون بقول لك لا انت استمري كملي دايما. حتى لو انت ما حققتيش الواحد اقول لك ان انت حققتي 10 عشان اديكي طاقه ايجابيه واديكي دفعه تخليكي تكملي في اللي انت بتعمليه. ما تتاثريش يعني مجرد والله والله انا في ناس بتكلمني وبتبكي. الكلمه بتاثر. الكلمه فعلا بتاثر. اللي هو انا مش عايز اكمل يا كابتن، انا خلاص زهقت، اصل هم في البيت بيقولوا لي كذا وكذا وكذا. لا انا مش عايز حد، محدش يتاثر بحد، محدش يسمع كلام حد، محدش ليه دعوه. هو يعني اللي حواليك شايفينك ايه مش مهم، مش مهم. المهم انت شايف نفسك ايه. طول ما انت عارف ان انت توصل لحته معينه وحاطط لنفسك اهداف وحدود هتوصل لها. حدد اهدافك واعمل لنفسك هدف رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، وكل ما توصل لهدف افرح بنفسك، كافئ نفسك، ما تستناش المكافاه حتى من حد. هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني. هي دي حتى فكره اليوم الفري في الدايت يعني. انا فكرتي في اليوم الفري في اوقات الدايت او النظام اللي انا بتبعه مع الناس ان انت الفري بتاعك ده بيبقى مكافاه ليك عن المجهود اللي انت بذلته، عن اللي انت عملته، وصلت لنتيجه معينه. انا وانت جاي لي بتقول لي انا عايز يا كوتش، انا جاي اتابع معاك عشان انا عايز اخس. انا ببقى شايفك وعارف تفاصيلك، فانا بحدد لك مجموعه اهداف
الهدف رقم واحد وزنك هيبقى كذا والشيب بتاعك هيبقى كذا، الهدف رقم اتنين، الهدف رقم تلاتة. بعد كل هدف انا بقول لك ايه، لا انت النهارده عندك فري، عندك تشيت ميل، عندك وجبه ممكن تاكل فيها اللي انت عايزه براحتك، هي دي مكافاتي ليك. انت اصلا من كتر ما انت شايف ان انت بتعمل حاجه صح بترجع تقول لي لا انا خلاص انا مش عايز الفري تاني، انا تمام انا مستمر زي ما انا لحد ما اوصل اللي انا عايزه. هو ده حب اللي انت بتعمله، فلازم تحب اللي انت بتعمله عشان تعرف تعيش. ما ينفعش ان انت تتاثر بحد. انا يعني اخترت النهارده ان انا اتكلم في الطاقه السلبيه دي لان انا شايفها الايام دي كتير جدا، شايفها الايام دي كتير جدا في شباب اصلا لسه صغير. يعني ما انت لسه ما عملتش حاجه في حياتك علشان خاطر تتاثر بكلام حد، انت لسه قدامك وقت كبير جدا علشان خاطر تفكر اصلا الكلام ده ممكن يعمل معايا ايه. لا انت الكلام ده خده كده وحطه جوه عقلك واعمل بقى انت الصح وغير الواقع. بلاش تمشي على نمط، بلاش تمشي ورا حد، بلاش تمشي في اتجاه حد. مش لازم تمشي ورا مجموعه اشخاص تبقى هم دول اتجاهك وهم دول حياتك. لا انت بتاع نفسك، انت مسؤول عن نفسك. عقلك ربنا اداهولك عشان تفكر بيه، جسمك ربنا اداهولك برضه عشان تتعب على نفسك وتوصل للي انت عايزه وتحقق الحاجات اللي انت نفسك تعملها واللي انت بتحلم بيها. محدش اقل منك. اللي بقى بادي بيلدينج وبقى يعني رامي السباعي لما طلع مسرح اولمبيا، هو ابتدى من تحت لحد ما وصل للاولمبيا. ده الطبيعي، اهداف بتتحقق لحد ما اوصل للهدف الاسمى والهدف الاكبر بالنسبه لي. هو ده اللي انت المفروض تعمله. انت يلي عايزه وزنك يقل ما فيش مشكله خالص، انا عادي، اللي خس ده مش احسن مني في حاجه، انا هقدر اعمل زيه، ما فيش مشكله. اعملي وامشي وامشي ورا عقلك وامشي ورا الكلام السلبي ده، خديه كده وفكري فيه صح، ان انت تبقي احسن، ان انت تقفي والناس كلها تتفرج عليكي وتقول لك الله انت وصلتي لنتيجه هايله، نفسنا نبقى زيك. هي دي، هو ده المكسب وهي دي الفرحه الحقيقيه. فلازم انسوا بقى، انسوا خلاص الناس اللي موجوده في حياتنا دي اللي هي بتاثر علينا بالسلب، اللي عماله تدق مسامير في جوانا وتخلينا دايما متوترين ودايما مش عارفين احنا بنعمل ايه، ننساهم خالص وكانهم مش موجودين، واحنا عندنا هدف معين عايزين نحققه. مفيش حاجه نمشي مستحيله، مفيش حاجه مستحيله، لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. بالظبط كده، صح. طيب كابتن، خلينا بقى نروح للموضوع الاساسي دلوقتي. بقى انا عايزه افرغ بقى الطاقه السلبيه، خلاص انا اوريدي خدتها وبقت عندي طاقه سلبيه، تمام، ايه بقى الحاجه اللي ممكن تخليني اطلع منها وانا دلوقتي بقى في نظام دايت؟ الحاجه اللي احنا اللي تخليني اطلع منها الرياضه مثلا. الرياضه دي حاجه اساسيه، الرياضه دي حاجه اساسيه حقيقي حقيقي والله. البني ادم لما بيكون عليه ضغط نفسي كبير وبيروح الجيم، بعد ما بيخلص جيم بيحس ان هو خلاص، يعني حاسس ان هو مرتاح رغم ان المشاكل لسه موجوده، بيبقى حاسس ان هو مرتاح رغم ان المشاكل اللي عنده لسه موجوده زي ما هي. بس هو فرغ الطاقه السلبيه اللي هو اكتسبها. هو ده بقى تاثير الرياضه. هو ده تاثير الرياضه. يعني في هرمونات سعاده كده بتتفرز في الجسم، دي حقيقه، بعد ما بعمل رياضه. يعني مثلا رياضه زي الجري، بعد ما بعمل الجري بالاخص، فعلا انا واحد من الناس ده انا ده بحس بيه، ان انا لو حتى عندي مشاكل الدنيا بعد ما بجري، بعد ما باخد الكارديو بتاعي واعمل الجري بتاعي في الجيم، بحس ان انا خلاص كأن مفيش حاجه حصلت وابقى نازل تمام وزي الفل وما عنديش اي مشاكل. فالرياضه دي اساس، الرياضه دي اساس. بس برضو الاهداف، الطاقه السلبيه هتروح بالاهداف، الطاقه السلبيه هتروح بالنتائج. ما انا لو انا عندي حد جه اداني احباط ووصل لي طاقه سلبيه، وانا كنت المفروض بتبع نظام معين، وانا كنت وزني 100 كيلو، خلصت اسبوعين من النظام ده بقيت 90 كيلو مثلا، 10 كيلو نزلوا في اسبوعين، ما انا هنا خلاص الطاقه السلبيه دي انا اصلا هكون فرحان، يعني انا هكون فرحان بالنتيجه اللي انا حققتها، فبالتالي مفيش طاقه سلبيه مش هتبقى موجوده. فلازم برضو يبقى عندنا اهداف قريبه، ما ينفعش ان انا يبقى هدفي هو رقم واحد، ما ينفعش ان يبقى هدفي ان انا مثلا 100 كيلو عايز ابقى 70، يبقى هدفي الاولاني هو 70، لا ده مش صح، مش صح، لان محدش هيعمل كده. الصح ان انا اختار الهدف القريب اللي انا عارف، انا بعقلي عارف ان انا هعرف احقق الهدف ده، وده هو اللي هيخرج مني الطاقه السلبيه، ده اللي هيخليني احسن. فده بالنسبه لاتباع النظام الصحي، هو ده اللي الاهداف بتاعتك هي اللي هتخرج منك الطاقه السلبيه. الرياضه اساس، الرياضه اساس حاجات كتير جدا، الرياضه صحه وحياه بتظبط لا الرياضه فيها ليها طابع تاني، لازم لازم يا جماعه، يعني على الاقل لو انت مش هتروح الجيم، لو انت احنا طبعا في ربنا يستر علينا كلنا في حقبه كورونا الثانيه دي،
انت اكيد اغلبيه الناس بتقول لك لا انا ما جيم ايه ده فيه كورونا، مع ان نفس الناس بتعمل حاجات كتير تانية يعني عادي، نفس الناس دي بتعمل حاجات كتير تانية بيروحوا وبتختلط، كارفور. يعني ناس بتروح كارفور مثلا وبتختلط بناس كتير، بس ما علينا. يعني مش هنقول، يعني مش هقول لك لا لازم تروح الجيم وما يفرقش معاك، لا يعني خاف على نفسك عادي خالص ويفرق معاك وكل حاجه، بس وانت في البيت تقدر تعمل تمارين، وانت في البيت تقدر تخرج الطاقات اللي جواك، تقدر تنشط جسمك، لازم ده تعمله، لازم ده تعمله. يعني اصحى من النوم اعمل اي تمارين، اي تمارين. الانترنت ما خلاش حاجه، ما خلا يعني مش هيخليك تفكر اصلا انت عايز ايه، انت مجرد ما هتبحث عن الحاجه اللي انت عايزها هتلاقيها. فما عندناش حجه، محدش ليه حجه دلوقتي ان هو ما يمارسش رياضه في البيت. والفتره اللي فاتت من كورونا خلت اغلب المدربين على اليوتيوب واغلب الناس اللي بتتكلم في الرياضه عموما بداوا يعملوا تمارين للناس في البيت. عادي جدا تقدر تعمل ده، وتقدر تشوف اي فيديو انت عايزه وحبه وشايف ان التمارين دي تقدر تعملها وتعملها في البيت، علشان ما نسيبش نفسنا الاحباط. يعني قعده البيت مثلا لوحدها هي احباط، فانا عشان ما اثرش على الناس اللي حواليا، لا انا اعمل حاجه مفيده وحتى اللي حواليا دول هيحبوا اللي انا بعمله وهيعملوا زيي. فلازم نكون ايجابيين، يعني ايجابيتنا في الرياضه وفي الحياه وفي الصحه، هي دي ايجابيتنا، هو ده اللي احنا المفروض نعمله. طب ايه بقى اللي انت عامله بقى في وقت الكورونا بقى؟ الاونلاين تدريبات، عايزين نعرف بقى 3 شهور كده. والله بصي، هو انا هو في وقت الكورونا وفي غير الكورونا، يعني الحمد لله الواحد يعني انا دايما بحاول ان انا اخلي الباكج بتاعي في التدريب مع الناس يبقى 3 شهور، 12 اسبوع بالظبط، هو ده اللي باخد النتيجه اللي انا عايزها. مش يعني مش النتيجه ال 100% اللي انت عايزاها، بس النتيجه اللي انا شايف ان انا اقدر احققها معاكي، اقدر احققها في التايم بيبقى ده. برضو في تحويل، نقطه تحويل كتير. ايوه، ما انا مش قصه بقى ان انا ايه، بص انا هشترك شهر معاك عشان خاطر انا عندي فرح او مش عارف ايه، انا ده ما بحبوش اصلا، ما بقبلوش اساسا من الباب، ما بقبلوش. لكن مثلا ممكن ايه حد يجي يكلمني يقول لي انا بس عايز اشترك شهر عشان انا مثلا ماديا مش عادي جدا، ماشي تعالى ما فيش مشكله عندي، تعالى يعني نجرب. ميسر الامور والدنيا حلوه. الامور متيسره، طيب بصي الحمد الامور لله. متيسره، بس احنا مصريين تمام. الامور متيسره جدا بس احنا مصريين. المصريين معروفين بايه؟ بالفصال. حتى لو الحاجه بيفصلوا معاك طبعا، حتى لو الحاجه دي بجد يا كابتن؟ والله على فكره ده في كل حاجه. يعني حتى الحاجه انت مثلا رايحه تشتري جاكيت معين والجاكيت ده سعره كذا، وانت كنت لسه شاريه الاسبوع اللي فات بنفس السعر، هتروحي تفصلي فيه مع ان انت اشتريتيه اصلا قبل كده وعارفه ان ده سعره، هتروحي تفصلي. ده عادي، ده طبيعه المصريين. ما فعادي، ما وانا يعني انا الحمد لله، يعني الحمد لله ان انا برضو ايه، الناس اللي بتابع معايا اغلبيتهم من بره شويه، مش مصريين، يعني مش من البلد هنا. المصريين طبعا على دماغي عشان الناس ما تفهمش غلط، مش من البلد، فاغلبيه الناس بتتابع معايا اصلا يعني بره، الخليجيين والناس المغتربين في دول اوروبا وكده، دول يعني من الناس اللي برضو برتاح معاهم حتى في التعامل جدا. بيتجاوبوا اكتر بقى ولا المصريين؟ بيتجاوبوا وبينفذوا. ما عندهمش محشي يا كابتن؟ ما فيش حد ما عندوش محشي. يعني انا معايا سعوديين عندهم كبسه. انا معايا سعوديين عندهم كبسه، واغلبيه الاكل هناك يعني ما شاء الله. يعني مش احنا بس؟ طبعا. طيب كويس. كل دول العالم، امريكا اعلى نسبه سمنه اصلا في العالم كله في امريكا، يعني مش احنا. لا مش احنا خالص، احنا الحمد لله يعني تمام برضو وصحتنا حلوه. ايوه ماشي يا كابتن، نروح لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا.